بيقول لك ان فالك شغل هاكو بتاع، ف بشوف انا الناس بتقول هي عامله هاند كام وجايبه الكاميرا على الشاشه، فراس ده محمد عبد الله والسلام دي نسيتها ودي كانت اهم حاجه. بس طول وسبحان الله الكاميرا كلها بتبقى عارف انت كده جايبين نور وخابطينه، فانت ما بتعرفش تشوف اللي في الشاشه. فانا قررت النهارده بما اننا راجعين بفيديوهات بكواليتي حلوه وبتظبيط يعني، ان انا اجيب لكم فالك وهو بيلعب بهاند كام. ممكن تبقى دي غريبه شويه عليكم، ماشي عملناها مره قبل كده بس نعملها تاني عادي وتشوف الاداء هيختلف ولا بالك ده بيفعل. بص مش المهم يعني، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب كده وتروحوا عليا زي ما نروح عليكم بالفيديو ده شويه تشجيع كده. يلا بينا مع تجربه الهاند كام، وان شاء الله تبقى ثابته بعد كده يعني لو ما خلتش اللعبه تهند. يلا بينا. يا اسطى ولورات فشخ يا اسطى. ايوه بقول لك الحماس واخدهم. انت اللي دخل الموري لو خدتها اديها له سيبك مني. انا ابغى اشكال عارف اللي بيقول حبيبي ده اول واحد هيبقى قاعد في سايبر وهيقتلنا، فاهم؟ بالظبط. لسه اقول لك حبيبي احنا في حد تحتينا صح؟ اي الارض. بص ما مت... لو في حد خليك على الهادي هاجي معاك يعني. اتصال مستني. انا بس انا رفعت السلاح في نخش لهم العماره بتاعتهم دي. بيقول لك بس ايه الواد اللي معانا في الارض دوت فاهم ما يصرخناش. متأكد؟ فاكر في حد في الارض؟ انا سمعت دلوقتي. مشكلة عامل الساوند على جيم. دلوقتي في اوضة تعالى. خلي مين ده ماشي ده بوت. ده بوت على الشارع. يس انا في حاجة غلط عندي في الصوت. ما مستغرب. روح لهم لمرة تانية. من على السطح ولا تعدي من تحت؟ من تحت. يلا. في واحد اهو جنبك. هاي الارض يا. جميل. واحد في البيت التاني. يعدي. في واحد هنا صح. لا لا دي النقطة. على اللود ومعاه ثلاث نداءات. قول لي الشباك كده. الشباك اللي فوق على اليمين. هو ده عمال يطلع في البوتات ولا بيضرب في مين؟ تقريبا. انا رميتني بالغلط. قشطة قشطة. اطلع الدور اللي فوق اللي يجيك فيو اكتر. بس الفكرة ان الواد في نص البيت التاني فاهم، فمفيش نيدة هتوصل. انت عديت اصلا؟ ماشي انا رميتني الغلط تاني. انا عنده فوق انا كده. ماشي انا طلعت على السلم من تحت. ما تيجي تخش الاوضه قول لي. ايه ده ماسك سلم. ده بيعمل ايه؟ انت جبت اللي عندك؟ ارفع زلزال وراب البيان. جميل. هو كان لسه عمال يضرب على حد. شكلهم كده بيقصوا. لسه في واحد دخل البيت الكبير تقريبا. حاجة في البادة مش عارف. في رندر تاني. كده حد منوش. على الجبل. كله ضرب بالسنايبر ده صح؟ ايوه يعني هنا بالظبط. سبحان الله سبحان الله.
شواف ده. شفته. طبعا الطالب بيروح بعدها بربعايه. طب اقول لك على حاجه، العب فيست وهلمت وكل حاجه وهو عنك خليهم يبوش يعني، بياكلوا من هناك بس اعمل كانك بتضرب عليه يعني ما تبينش انت عايز. اي اي مش دي الخطه يا عم. واحد اتصاب من نط ورا، واحد بيرمي سموك من ورا الشجره اللي قدامنا. شايفه شايفه بس معايا طلقتين بس في المنيا. ماشي انا معايا طلقه خمسه. ماشي ماشي ماشي، خد طلقه خمسه اهو. استنى استنى ما تقعش نوك دلوقتي ان هم مش هيبوش وهو جاي. ماشي اصلا احنا ممكن نحزق لهم شويه. معاك هيل؟ معايا في الخط في الاستراتيجيه. انا هم انا معايا مع اربعه. خلصانة. انا في اول الجيم كده برفع اللعبة. مادة حضرة؟ بوتني عندي اهو. ماشي ماشي. انا بيت. انا بقى سامعه في حتة تانية خالص. سبحان الله. انا ما بدي صوت ظهري ما بسمعوش خالص، هو فين ده؟ بس انا كده تقريبا هقع. ماشي ماشي ماشي. بس بهدلته بس وقعني. تاني هد المرة دي. بس يا جماعة. تعال انزل تحت شوية. مقسومة اتنين. جنب العربية جنب العربية. انا كسرت اتنين فيهم. ايزي ايزي ايزي. نطلع ولا نفضل؟ اطلع 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 لي شوية اطلع لي شوية. ماشي 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 ماشي. انزل معايا كده يلا. نزلت جميل. استنى 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 بالمولي. ناقص اخر واحد على الاوضه اللي قدامي. ها ماشي. لا اتنين. ماشي خلاص. هتطلع من بره كده ازاي؟ معاهم الصبوت. هنا يا راجل يا اسطى. انا مش سم انا مش عايز اقول لك والله. انا بتحاسب والله يا اسطى. سامع عايز اسكوت ثلاثة؟ كلندر. ثانية بس ما انا لازم اخد الانفور. ايش فيه؟ هات لك اسكوت ثلاثة هنا. لو في اي كي يبقى اجمد. عربية. معيش طول. العربية دي جت فين بس قول لي المكان عشان انا مش سامع. البيت اللي جنبينا اللي هنا ده. لغاية دلوقتي خطوتين واكتر. ماشي لبست مسك. انا بقى ام 7. رب ما يبوش. بشو ها؟ طالع انا طالع. استنى استنى عشان انا مش ريلود ولا اي حاجه. امسك الدور ده. واحد عدى لنا ولسه ادي واحد اهو بيعدي يسحب ايزي. بس بس بقول لك ايه؟ نشتغل. اطلع بس اطلع معايا هنا. فين ماشي؟ ديك قريب ثانيه. حد مهيل. هو رجع صح؟ نسيت اسلم؟ لا ما رجعش. ده الباقي عدى. ماشي جميل زي اللي قبلهم زي ما انت. بالظبط ماشي. اول ما يبدا يضرب على السلم هفتح موليا. خلصان. فتح نيد. جالي المارك بتاعي. افتح كده نيد. هو بيفتح؟ لا لا هيحدف لنا نيد دلوقتي غريب. ماشي. هو طب حد فيهم طلع بره البيت؟ انا مش عايز ارتجل. نخلي بالك بس. ودي كده لا بس زي ما انت زي ما انت نط. مش استنى استنى اضرب اضرب من هنا. اضرب اضرب انا نط له. اضرب. لا يا اسطى انا وقعت تحت. الله
نطرة ستورة هاي الفوق تاني؟ اه زي ما انت جامد. اه الحمد لله يلا ظبطت. ده كم كل؟ ستة تسعة. حلو جامد. وفين ده صندوق؟ رندري بس خفيف. انا كان في 24 استغنيت عنه هنا. اشوف اه ليه 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 الدوت بقى صوت بوت صح؟ اه تقريبا اه اي يلا شوية حشو مش مشكلة. عربية جاية عربية جاية عربية بطلها بعد من ورا العربية. ماشي براحتك امسك دول زي ما انت زي ما انت. انا مش عايز ضرب من ظهر. لا وحد امك تعالى 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 بسرعة. ماشي استنى استنى عايز احط بس سموك قدام عشان ما حدش ينط. اصلا صوت الضرب الكتير ده هيجيب علينا الناس. حصل عايزين نخلص الفايت بسرعة. عايز بس اجيب على لو تعرف تعمل بيهم حاجة. وقعت واحد بالنيد اللي كان بعيد اللي كان نوك اللي كان تمام. اه حدفنا نيد فوقي فبعد كده هنروح بس لل لا يكون شيء لايب قوي. وقعت اتنين من ورا السموك. ماشي هم الاتنين دول كده فضل اللي هنا ده وفي واحد انا فنشته اللي ورا كشك. افتح انت شمال افتح انت شمال انا افتح يمين. ماشي يلا بس خلي بالك ما تفتحش اوبن ما تفتحش اوبن. ايه يا اسطى بضرب من كمل كمل فايت. خلي بالك في حد بس في خلصته بس عاش فشخ. معاك اي نيد نديله؟ لا في فلاش معايا لو استخدمه حاجه. لا اه ما هو بيجري عندك لمين؟ هو جاين دلوقتي ناحيتي والتانية شمال. اه ايوه ايوه سامع. الناحية التانية انا مات. الناحية التانية فين؟ الناحية التانية الحوايات في الوش على المينا كده. ماشي واحد بعديه في نيد. يا لهوي يا لهوي ايه الاسم ده؟ يا لهوي يلا روح روح في واحد تاني في هنجر. في حد كمان ها؟ تاك ماشي اوف على الصندوق اقرا الاسم. اه ما انا شفت للاسف يعني كان بيفايتو. ها ايوه اه ماشي نيد حجي. عايز هيل؟ اه ما في خلص. خد خد انت هنا؟ لا مش عايز مش عايز ما اسمح. انت تمام تمام ماشي خد دي كمان تمام قوي. بس ما تقربش من طرف الهنجر بقى. انا هروح اخد الانفو ده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اسمع لو حد بيدق حاجه استاذ قول. ايه 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 اهدى اهدى غالي اهدى اهدى مش كده يا غالي مش كده كده يا اسطى. ولورات فشخ يا اسطى. ايوه بقول لك الحماس واخده. انت اللي دخل المولي لو خدتها اديها له سيبك مني. ماشي على ابو اشكالكم ابو اشكالكم ده قول قوي. ده جاي البنت جايه بتجري قدام اللي هي اسمها نوها دي ولا اسمها ايه كان السلاح على ظهرها وبتجري ناحيتي. بقول لك عارف ان انا بنص الهنجر الاقي لقيت النت في بقي ما شاء الله. الهبل ده الواد ما شاء الله داخل على طول. هي نوها دي بطل ترك على صندوق نوها. طب على المطبخ بقى نوها. ايه ده الصندوق ما لوتناهوش غالي اصلا. هنا في كام مليون بي ليه كام زغرف للعلو الشهر. انا اتخضيت يا هاد اتخضيت يا هاد. لا الدخلة بسرعة فشخ فيه يا خلد. لو رانكنا كان علي ايه اللي كان هيحصل. اه
كلهم اوبن جوه. اسحب شد واحد دلوقتي. لايكم معلش احنا بتاعت ال انت معكش ريفايف تاني انت ماشي. لا لا ده كان الجيم اللي فات احنا فين معنا ريفايف بس معناش الكارت. كان حد يعرف ريف التاني صح؟ بالظبط. انزل هنا وكفرني معاك 3 5 ايه؟ انزل وكفرني من التجادة على قد ما تقدر. ودي يلا وزي ما تيجي بقى خليك ظهر لي. ها ماشي ماشي. بص من اولها عم بعمل دريف ان شاء الله. خلي بالك هتاخد صوت فريندر تاني. فريندر تاني رندر غشيم قوي. ممكن نصبر بقى ونشوف ظهرنا كده. بس اصلا ربنا بعت لهم هم ناس. يا نهار اسود على العربية اللي جنبنا. طبت واحد طيب قوي. انا ضربت على قريب. ها انا ضربت على ماشي. ودي الباقي ده ممكن منهم ولا من عندي؟ لا 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 انا سحبت ابو باجي اللي هو كان بيعدي من جنبك ده. ايه ده في واحد اوبن بالنسبه لي. ايه ده؟ ده مجل دماغه مجلشه. خلي بالك بس. انا عارف عن جاي. انا عارف عن جاي. اوعى تقع نقطة. ماشي. ايزي براحتك. في رندر تاني يا عم. ما لسه ما صليش. خلي بالك بس. يا نهار ابيض. ماشي. لك واحد مش شايف التاني بسبب الشجرة. عربية تانية دخلت لهم. ماشي بس ده وقتنا. هتبقى حفلة. تبقى يكلوا من علينا تجيبوا. انا هنزل عبده مش قادر بصراحة. واحد من جوه على الشمال. طلع خلص. أموتش. جبت لك واحد من جوه على ال ماشي. محدش تعالى بس خلاص. ماشي انا على فكره كله بيضرب. بقول لك كله بيضرب. لا انا مت كده. ايه ده ايه ده ايه ده اهبه اهبه. بالله العظيم انا فوق انت مت. ماشي مش مشكله.